السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسما يونغ بالقاسمي في حلقة جديدة من ويكلي سيريز. اليوم جبت لكم خمسة تاع لي سيري دراما يعني فريمون دراما لي زيستوار يو نو. راكم عارفين شنو خممتو متخموش غير نخمم. اليوم 5 سيري دراما كوريا مي فريمون ايماجينري. راكم هادو لي 5 سيري درتهم لكم في كاتيجوري وحدة باسكو سي لو ميم برينسيپ سي لي سيري لي جامي رايحين يرجعوا صح. Without further ado, let's get to the video. So yeah, fearless. Première série تعليم يسموها Mischievous Kiss ولا باسم آخر Playful Kiss. هذا سيري تحكي لستوار تهد الشابة في الليسي ستون ليسيان اللي وقعت في حب شاب آخر اللي هو الأكثر ذكاء في هذه المدرسة. في يوم من الأيام كتبت رسالة لهذا الشخص وحبت تبعثها له. لما بحثتها له هذاك الشاب بدأ يضحك عليها ويتنمر عليها. في يوم من الأيام صار لهم حادث في المنزل تاعهم وقرر الأب تاعها يخليها تروح تسكن عند أشخاص يعرفهم. لكن الصدمة أنه لما وصلت لهذاك المنزل لقات أنه المنزل تاع هذاك الشاب. فالآن رايحين نتابعوا يومياتها وش راح يصير لها وكيفاش راح تعاود تولي لحياتها العادية. هاد لا سيري فيها دو سيزون سي اون سيري تيرميني. دوزيام سيري تاع اليوم يسموها يور بيوتيفول. هاد لا سيري تحكي ليستوار تاع واحد الفتاة اللي عندها اخ تاعها توام. في يوم من الايام اكسبتاو باش يرجع كي بوب ايدول، لكن صرالو ان اكسيدون اللي ما خلاش يقدر يعاود يرجع لكوريا وما حبش تروح عليه هذه الفرصه انه يصبح كي بوب ايدول. فهنا قرر يقول لاختو باش تشد في بلاصتو وتحاول تمثل انه هي خوها. هنا راح نشوفوا الى قدرت الاخت تاعو تقنع هذو الاشخاص انه صح هي الكي بوب ايدول اللي كانوا يحوسوا عليه. هاد لا سيري فيها اون سول سيزون سي اون سيري تيرميني وهي موجودة على موقع النتفليكس. ثالث سيري تاع اليوم اسمها سندريلا اند فور نايتس. هاد لا سيري تحكي لي استوار تاع وحده اسمها انها وو. هذه انها وو كي كانت صغيره فقدت الام تاعها اللي ماتت في حريق، لكن الاب تاعها عاود تزوج وهذيك المراه عندها بنتها. بما انه الاب تاعها يعمل بعيد على المنزل ويبقى فتره طويله ما يعاود ترجع المنزل، فهذه المرت الاب تاعها تعاملها بطريقه شرسه وبطريقه غير لائقه وما تعطيلهاش مصروف ودائما تدي لها المال اللي يخليه الاب تاعها ليها، اما انه يخليها تعمل 20 عمل بعد المدرسه. في يوم من الايام التقت مع ود الشخص اللي قال لها نخلصك وروحي عند جدي وقولي له بلي انا خطيبه هذا الشخص. وهنا هذاك الجد تاعو لقى انه هذه الفتاه عندها شخصيه قويه جدا، بما انه قالها خلي كامل العمل تاعك اللي راه عندك وروحي للمنزل تاعنا وبداي تخدمي انك تعاودي تربي الاحفاد تاعي، والعمل تاعك انك تخليهم يرجعوا عائله مره اخرى. هنا راح نشوفوا الى صح تقدر ترجعهم عائله مره اخرى ولا لا. لا هذا سيري موجوده على موقع نتفليكس فيها اون سول سيزون سي اون سيري تيرميني. كاتريم سيري تاع اليوم يسموها The Liar and His Lover. هاد لا سيري تحكي ليستوار تاع وحده يسموها يون سوريم. الحلم تاعها ملي كانت صغيره انها تصير كي بوب ايدول. في يوم من الايام دخلت في وحده الكومباني اللي كان فيها واحد من الاشخاص اللي وقعت في الحب تاع الموسيقى تاعو اللي هو البروجيكتور تاع واحد الجروب معروف في كوريا يسموه كان ها جول. هذا كان ها جول نهار اللي سمع افوا تاع سوريم حب انه هو يصنع لها الموسيقى، لكن صاروا بعض العراقيل اللي خلوه ما يصيرش هو البروجيكتور تاعها. بعدها صاروا اصحاب ولهنايا بداو يصراو لهم لي بروبليم على جال انه هي صارت كي بوب ايدول وهو رجع معروف لانه كان ان بروجيكتور انونيم ما يوريش الوجه تاعو. هذا سيري فيها اون سيزون سي سيري تيرميني موجوده ايضا على موقع نتفليكس. سانكيام اي دانيير سيري تاع اليوم اسمها لوف الارم. هذا سيري تحط ود بروبوزيسيون انه في يوم من الايام رايحين يصنعوا اون ابليكاسيون اللي تقول لك بمن انت ولا انت معجبه. خاصه تحكي لي استوار تاع اسمها كيم جوجو. هذه كيم جوجو هي فتاه فقيره جدا. من جهه اخرى كاين واحد وليد المرفهين جا من امريكا باش يروح للمدرسه اللي تقرا فيها كيم جوجو. ولهنايا راح يصرى المتوقع. هنا راح نشوفوا كيفاش راح تستعمل كيم جوجو هاد الابليكاسيون اللي نجمت تطلعها.
هاد لا سيري فيها اون سيزون موجوده على موقع نتفليكس ورانا في انتظار لا سيزون 2. دونك هذه هي الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله يكون عجبكم الدراما تاع اليوم. اذا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تنقروا على زر الاعجاب، ديروا اشتراك القناه تاعي وفعلوا الجرس باش اشوف كل ندير فيديو تخرج عندكم نوتيفيكاسيون. دونك ابونيفو اكتيفي لا كلوش. الا كنت حابه تقول لي اي حاجه قولوا لي في لي كومونتير لتحت، ولا روحوا للانستغرام تاعي اللي نحطه لكم لتحت وبحثوا لي السؤال اللي راكم حابين تسالوه لي، ولا لا كاتيجوري تاع لي فيديو اللي راكم حابين تشوفوهم في لاشين يوتيوب تاعي. دونك That's it for now. I hope that you like this video. I hope that you share it, you comment, you subscribe on my channel. If you have anything to tell me, please let me know in the comments down below. So I will see you next time. Bye bye. Annyeong. Ciao ciao. Après l'abonnement, n'oubliez pas d'activer la cloche. بعد الاشتراك ما تنساوش تفعلوا الجرس باش اشوفكم في الفيديو تخرج عندكم نوتيفيكاسيون. Merci.